كل التحية ليك كابتننا الكبير كابتن محمد صبري، كل التحية لنجومنا الكبار كابتن احمد عبد الحليم، كابتن وليد صلاح عبد اللطيف، وجميع مشاهدينا ومتابعينا بالتأكيد يا كابتن صبري من استاد القاهرة الدولي ورصد اجواء مباراة الزمالك والجونة في ختام مباريات الجولة رقم 32 من بطولة الدوري الممتاز، واللي بالتأكيد بيدخلها نادي الزمالك اليوم وعينه على الثلاث نقاط زي ما قال مستر جوزيه طبعا في المحاضرة الأخيرة، ان احنا بنلعب النهاردة من اجل الفوز مع طبعا عمل الروتيشن المطلوب وراحة بعض اللاعبين الكبار زي الكابتن عبد الله السعيد طبعا، واللي واخد راحة من مباراة اليوم، وهناك اتجاه ان هو يكون ياخد راحة من باقي مباريات الموسم المتبقية من بطولة الدوري المصري الممتاز. يمكن كده عايز اقول لك بعض الاخبار، ان يمكن لاعبو نادي الزمالك كانوا في مداخلة فيديو مع احمد سيد زيزو لاعب منتخبنا الوطني واللي بيلعبوا دلوقتي مع باراجواي في الدور ربع النهائي لبطولة الاولمبياد، بالتاكيد دعموه وادوله طاقه طبعا قبل المباراه ودعموه ان هو ان شاء الله يعمل اداء محترم النهارده، كل الامنيات لمنتخبنا الوطني بالفوز على باراجواي والعبور للدور نصف النهائي. يمكن عايز اقول لك ايضا ان كان في محاضره بالفيديو عرف اللاعبين طريقه لعب الجونه النهارده ونقاط القوه والضعف داخل الجونه. الفريق وصل لاستاد القاهره الساعه 7:30 مساء، ويمكن ورايا الفريق بيتمرن او بيخوض تسخيناته قبل المباراه. نادي الزمالك النهارده تشكيلته في حراسه المرمى محمود الشناوي امام الرباعي عمر جابر فيها الناحية اليمنى، فيها الناحية اليسرى أحمد بفتوح، اثنين قلبي دفاع الزناري وحمزة المسلوسي، ثلاثة في وسط الملعب نبيل عماد دونجا وجواره سيف جعفر، وأمامهم النهاردة هيلعب ناصر ماهر، وجناحين النهاردة ناصر أو مصطفى شلبي، وفي الناحية اليمنى سيد عبد الله نيمار والجزيري راس حربة. احتياطي نادي الزمالك عمر عبد العزيز وحسن أبو المعاطي، محمد السيد، أحمد مجدي، حازم أسامة، شيكابالا، عمار ياسر، وأوباما. يمكن كابتن صبري جمهور الزمالك بيتوافد الآن لمدرجات استاد القاهرة لمؤازرة فريق نادي الزمالك، كل الأمنيات الطيبة إن شاء الله النهاردة بحظ ثلاث نقاط تضاف إلى رصيد الفارس الأبيض. الآن أطير إليك من استاد القاهرة، إليك الكلمة كابتننا كابتن محمد صبري.